السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة انا جايبة وصفة جديدة، طبعا من سهل وبسيط للتخسيس مع عزة. كل حاجة بسيطة وموجودة عندنا في البيت. معلش يا حبايبي، صوتي رايح شوية، تعبانة. النهاردة هعمل لكم وصفة تعلي الحرق الصبح، يعني احنا نقوم من النوم الصبح كده ناخدها، دي بتعلي الحرق معانا، بتنشط الحرق، بتخسس 2 كيلو في الأسبوع للي حرقه بطيء، 4 كيلو في الأسبوع للي حرقه كويس. يا رب بس يكون صوتي معلش، أنا آسفة، بعتذر. يعني الوصفة دي حاجة بسيطة وموجودة عندنا في البيت، حاجة احنا بناخدها وموجودة عندنا واحنا استخدمناها قبل كده، هنغير بقى فيها شوية. أول حاجة عندنا بتبقى المية. أول حاجة المية السخنة عندنا، طبعا قلنا زي قبل كده اتفقنا ان الميه لازم تكون دافيه، مش سخنه بتغلي جايه من على النار ولا بارده، علشان الحاجه اللي هنحطها فيها ما تفقدش قيمتها. يعني احنا لو حطينا عسل دلوقتي هيفقد قيمته على طول، من الميه السخنه لو مغليه تفقد قيمته على طول، واحنا عايزين القيمه الغذائيه بتاعت العسل، عايزين فوائده كلها، وعايزين فوائد الليمون، وعايزين فوائد كل حاجه احنا بنحطها عشان نستفيد بيها. اول حاجه هنحطها على الميه معلقه عسل ابيض، بسم الله الرحمن الرحيم، ونسمي الله عشان يتفاعل مع الميه، والميه السخنه دي كلها تاخد تتحول كلها كانها ايه، بقت هي العسل. اول حاجه نضيفها ونسمي الله، نتعامل مع العسل بمعلقه بلاستيك او خشب، ممنوع 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 المعلقه اللي هي الايه، الالومنيوم اللي هي المعدن دي. ليه بقى؟ بتفقد قيمة العسل، بيفقد قيمته هنا، العسل بيفقد قيمته لو حطينا اللي المعلقة التانية بتاعت الشاي دي، فبنستخدم معلقة مخصوص للعسل عشان ما نفقدش قيمته. حبايبي مش معقولة يعني احنا بناخد حاجة عشان نستفاد بيها ونفقد قيمتها في حاجة مش يعني مش مستاهلة، فبنقلب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة حطيناها في المية العسل ونقلبه. تاني مكون معانا معلقه الخل التفاح بتاعتنا، بسم الله، تالت مكون معانا الجنزبيل البودر بتاعنا، معلقه جنزبيل بودر، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا يا حبايبي حطينا ايه، حطينا عسل ابيض نص معلقه، حطينا معلقه خل تفاح، حطينا معلقه جنزبيل بودر، لسه معانا مكون اخير اللي هو ده الليمون، بناخد عصره الليمون بتاعتنا على المكون ده. اتفقنا قبل كده ان الميه تكون ايه، دافيه، الميه تكون دافيه. دي بياخدها امتى؟ الصبح اول ما اقوم من النوم على طول. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتساعد جسمك ان هو يتقبل مشروباتك اللي احنا بنشربها دي، وبيعلي الحرق. اي حاجه تاكلتها يعلي حرقها، دايما جسمك بقى على استعداد بقى يحرق بقى النهارده. العسل فايدته ايه بقى في جسمنا؟ فايدته، هتقولي احنا بناخد سكر اهو الصبح العسل، لا، السكر هنا في العسل ده بيساعد، بينشط الجسم، بيقول له ده انا جاي داخلك سكريات اهو، فلما يحس ان في داخله سكريات يعلي الحرق. العسل هنا فايدته ان هو بيعلي الحرق، لما جسمنا يحس ان في سكر داخل في جسمنا فيبدا يعلي ايه، يستقبل السكر ده فيجي يعلي الحرق. انت طبعا بعد كده بتاخدي الاعشاب اللي احنا عاملينها، اكلتك خفيفه شويه هنا، يبقى انت خسيتي. هتخسي كم ده؟ بناخدها 10 ايام في لمده 10 ايام، ونغير الوصفه زي ما احنا اتفقنا، ومناخدش. لو احنا خدنا وصفه النهارده فيها جنزبيل، الوصفه الثانيه اللي هناخدها بعد الاكل ما يبقاش فيها جنزبيل، نتفق على الحكايه دي. ناخدها امتى؟ الصبح على الريق زي ما اتفقنا، دي مره واحده في اليوم، دي كوبايه مره واحده في اليوم. عاوز اقول الشطرنجيم، وان شاء الله دي بتخسس معاكي جميله جدا، لان حتى حرقهم بطيء، حتى اللي حرقهم بطيء بتعلي الحرق معاه، بتخسسك 2 كيلو في الاسبوع للي حرقه بطيء، 4 كيلو في الاسبوع للي حرقه ايه، نشط وكويس ومش على الرجيم.
وباذن الله كلنا باذن الله واحد هنخس على الوصفه دي. الوصفه دي اصلا كمان فيها فايده جميله قوي، بتعلي المناعه. الوصفه دي بتعلي المناعه، فايدتها انها بتعلي المناعه، وان شاء الله بالتوفيق لنا كلنا ونخس ان شاء الله بامان من غير ادويه، من غير ما نحس حتى ان احنا خففنا في اكلنا. انت من نفسك كده اكلك هتبطئي شويه شويه، مش بقولك احرمي نفسك من اي حاجه، لا احنا هناكل كل حاجه باذن الله، بس كل حاجه لها وقت ولها ميعاد ولها كميه قد ايه وناكلها امتى وازاي. وباذن الله ما تنسونيش بقى في اللايك وتفعلوا الجرس وسيبولي تعليق حلو كده. وانا اسفه قوي على صوتي، الاولاد بقى وربنا يحمي كل بيت يعني، وعنده طبعا الاولاد بقى والحاجات دي طبعا يعني، وكلنا عارفين المعاناه اللي احنا بنعيشها مع اولادنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.